السلام عليكم، ان شاء الله كاملين تكونوا بون سونتي. زهير البهاوي واحد الفنانين اللي انا نحترمهم بشكل كبير، واحد الدرجات ما تصوروها. لذلك اي رساله من عند المتابعين تاع زهير البهاوي على عيني وراسي، والله العظيم غير نحترمكم حتى انتم، لانه زهير البهاوي ذلك الفنان اللي صغير في السن حقق نجاح ما شاء الله عليه، وصل للعالميه وانطلق من الزيرو. يعني انا كنت نسمع زهير البهاوي وهذه الناس يتجاهلوها بالك، لما كان يدير الكفرز بالجيتاره تاعو ولا بالاستري، وما بقيتش عاقل، لكن عاقل انه دار واحد الفيديو بوز وضجه كبيره تاعو. انا كنت من رواد الانترنت وكنت نسمع تلك الكوفر يعني قبل ما يبدا زهير البهاوي يدير الكليبات هذه. زاد احترامي ليه الحاجه اللي خلاتني نزيد نحترمه اكثر واكثر، هو بعد تحقيقه الشهره وبعد نجاحاته الكبيره، لربي ان شاء الله يبارك له ان شاء الله ويحقق نجاح على نجاح. يعني ما تغيرت الشخصيه تاعو وبقى هو نفسه زهير البهاوي، في نفس الوقت يعطي رسائل ايجابيه للمستمعين اللي هما معظمهم شباب تاعو، شباب ولا شابات يعني في سن صغير كيما انا، يعني 20 سنه ولا تحت ال 20 ولا فوق ال 20. يعني رسائل ايجابيه ورسائل جميله، وحتى الاغاني اللي غنيها اغاني محترمه ونقيه، هذه كلها تخليني نحترم زهير البهاوي. واليوم راح نسمعوا له اغنيه غناها الشاب حسني. هذه الاغنيه راني خليتها لك امانه، اغنيه محبوبه عند جماهير الراي. راح نشوفوا اللمسه تاع زهير البهاوي التجديديه، يعني اللي اشك فوا يتذكر الفنانين الجزائريين، يعني في التفاته تاع الاخوه اللي كاينه بين الشعبين. الحمد لله زهير البهاوي ديما ما يتذكر الشاب عاقل وديما ما يتذكر الشاب حسني. شكرا زهير البهاوي على هذا لي زينيسياتيف والمبادرات الجميله. يلا نسمعوا هذه الاغنيه راني خليتها لك امانه. هذه باش نبدلوا شويه يعني هذا الروتين تاع سياسه دونالد ترامب، مشاكل، تهكير الى اخره. يلا نسمعوا هذه الاغنيه مع بعض. اوكي، زهير البهاوي برودكشن 2020. لا لا تصلى فيها لا تغناش، هديك حبيبتي انا اش انا جرحت وبغيت والنيل قلب الحنين ما تغسياش. يو صراحة صوت جميل جدا وكواليتي نقية وصافية بزاف. راني نسمع بالسبيكرز يعني نسمع بلي باف، وصراحة صوت نقي بزاف زهير البهاوي، يعني شيء يعني معروف عليه بيج اب. وخاصة يعني البيانو اللي في البداية، انا البيانو من لي زانسترومون يعني اللي يعجبوني كاملين في الموسيقى، احسن آلة موسيقية بالنسبة لي انا، ونتمنى اني نتعلمها. يعني مازال انسان يعني بامكانه انه يتعلم هذه الامور، هي البيانو. نتمنى اني نتعلم البيانو صراحة. أصرت الغلطة وما متفهمش، أنا جرحت وبغيت تولي قلب الحنين التاني كان أنا تلا فيا لا تغناش، هاديك حبيبتي أنا تلا فيا لا تغناش، هاديك حبيبتي أنا. أتنا المناظر الخلابة، عندك صوت جميل جدا، الموسيقى رائعة، وزيد المناظر أروع من كل شيء، يعني مناظر خلابة وتصوير رائع وكليب نقي وصافي. قلت لكم راحة نفسية، يعني خلونا من مقاطع الراحة النفسية تاع اليوتيوب اللي فيهم خرطي وأكاذيب إلى آخره، شوف الراحة النفسية برو. ربت معايا وما فرحت بيها. يعني طبيعة الحال الحكاية هذه هو انه كان مع انسانة وبعد ذلك ما كتبتش الحكاية هذيك باش تكون بينه وبينها، فراحت عند شخص اخر وبقى يحكي يعني للناس. هذه حكاية شاب حسني اللي غناها في احد الاغاني، يعني ما كتبش الله انه يكون مع تلك الانسانة وراحت تزوجت ولا راحت عند شخص اخر. وتمنى يعني قال راني خليتها لك امانه وتهلا فيها، لانه انا غلطت ولكن اتمنى انك انت ما تزيدش تغلط فيها، يعني ماشي سيباراسيون فورسي يعني. يعني هذا بيبليك جون يعني راح يحب هذه الاغنيه، وراح خاصه الانسان اللي راه عايش لي نوفو ماري وكامل اللي يدخلوا في المشاكل ديما راح يسمعوا هذه لي شونسون. كبرت معايا ناس خاب وصفت منيها انا ليا هذيك اللي تهلي كلامها بلي ما بغاش. يعني صح في واحد الاحيان من الحياه ما لازمش تفرض روحك على الحياه، ما لازمش تفرض روحك على الظروف والشروط، خلاص ربي ما كتبلكش ذلك الامر، انطلق في امر اخر، رضى بالمكتوب تاع الله ورضى بما قسمه الله على عباده. يعني هذه هي الحياه. اوكي كين تي با كير اسي كوم اوكي كين تي با كير اسي كوم اوكي.
يعني قلب باللغه الاسبانيه. وديما زهير بهاوي في الكافرز تاعو ديما يدير جزء خاص به هو قلبها باللغه الاسبانيه. الان راح يكون عنده بيبليك من اسبانيا برو, يستاهل صراحه, يستاهل. اللي عجبتني كاع الفايبز, يعني راكم محظوظين انكم جالسين في هذه الجلسه الجميله جدا. والله مرزقنا جلسه هكا خاليه من النفاق وخاليه من الحسد وخاليه من البغض, فيها غير الناس اللي نحبهم واللي عزاز علينا. جلسه كيما هذه يعني تبقى جالس في الطبيعه وفي الارض والامان والسلام والاضواء الجميله وراكم, اضواء الطبيعه واضواء يعني البلاستيكيه. يعني ماذا تريدون فوق هذا؟ وزيد زهير بهاوي في وسطكم يعني. شكون وشكون شكونا؟ ما كاينش نهاية الأغنية هذه بطبيعة الحال. تصوير عن طريق الدرون كونساكري على ليسبري دو مون ايدول. سون ايدول شاب حسني سي ليدول دو زهير بهاوي. نعاودو نقراو هذيك لافراز de mon idole Cheb Hasni et tous ses enfants. Allah yarham Cheb Hasni. و big up Zohair Bahawi وشكرا على الانتفاضه. يعني راه قال لك يعني اهداء للروح الفقيد المرحوم Cheb Hasni الذي قتل عن طريق يعني الارهاب في السنوات العشريه السوداء. الله يرحمه بطبيعه الحال. يعني اعطاله اهداء وصراحه شيء جميل جدا. وراه يقول لك مون ايدول, يعني صراحه باش يكون سون ايدول سي كيكون اثر فيه وسمع له بزاف اغاني. و يعني بيغ اب زهير بهاوي ونشكرك على هذه الالتفاته مره اخرى. انا بصفتي جزائري زهير بهاوي يعني نعتبره فنان عالمي رائع رائع رائع. وديما الالتفاتات تاعو يعني تربي الشباب على يعني تربينا يعني حتى الناس اللي جاهلين يعني هذه الحكايه كامله. شاب حسني الى اخره الحين يعرفوا التراث عن طريق يعني اغاني مثل هذه زهير بهاوي وكافرز مثل هذه. يعني الناس اللي ما تعرفش شاب حسني راح تعرفوا يعني, خاصه الاجيال الجديده اللي ما عاشتش وقت شاب حسني وما سمعتش شاب حسني, يعني راح تعرفوا اتخافير سي كوفر. خوتي خواتاتي في الاخير بقى لي نقول لكم شكرا لكم اللي شفتوا الفيديو حتى الاخير. زهير بهاوي شكرا شكرا مره اخرى. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. بيس, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الاخير تاع الفيديو بغيت برك نقول لكم باللي هناك قصه لوفاه شاب حسني. يعني القصه هذه صراحه يعني الناس كامل تأثرت بها. راني درتها كما تشاهدون في الشاشة, اضغطوا عليها قصة وفاة الشاب حسني, روحوا سمعوها وترحموا عليه في هذا المناسبة اللي فيها زهير بهاوي. خلانا ترحموا عليه, لذلك رحمة الله على روح الفقيد. إن شاء الله ربي يرحمه ويتغمدوا برحمته الواسعة ويدخلوا إن شاء الله جنان ويغفر له ذنوبه. خاوتي شاب حسني باش تكونوا متفاهمين, واحد من الفنانين تاع الراي اللي سجلوا التاريخ في الجزائر بفن الراي بعدد كبير من الأغاني. رغم الفترة القصيرة اللي عاشها محياته إلا أنه أغانيه ما زالت في عقول الناس لحد الآن, سواء كانوا ناس عاشوا لوقته ولا ناس ما عاشوش في وقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا زهير بهاوي وشكرا لكل المتابعين, سواء كنتم من الجزائر ولا من المغرب ولا من تونس ولا من أي مكان في العالم. السلام عليكم.